طريقة عمل إعدادات جلسة البث المباشر. دخلنا على الحساب بتاع البث المباشر لكل صف، هدخل على التيم، هعمل قناة جديدة، هتبقى اسم القناة باسم اليوم زي ما اتفقنا 001 البث المباشر. البث المباشر اليوم الأحد الموافق 29/8/2021 إضافة. دي القناة يا جماعة، لازم أدخل جوه القناة الأول وبعدين أعمل اجتماع. طريقة عمل الاجتماع، أنا اتأكدت إن أنا جوه القناة أهو، شايفين؟ فوق أهو يا جماعة. أدخل على السهم هنا وأعمل جدولة اجتماع وأكتب نفس اللي أنا كتبته بره. هنسوي كوبي بيست أحسن. عليك، المفروض إن أنت تسوي كوبي بيست زي ما اتفقنا. هتحدد الساعة، طبعا احنا هنبقى الساعة 7 للساعة 12:30. ملاحظ هو مديك 5 ساعات و30 دقيقة، وهنا هنكتب بعض الملاحظات بس مش دلوقتي. هنعمل ارسال، لو دخلنا على القناة ادي الاجتماع باين اهو يا جماعة، اضغط عليه، اعمل انضمام. الخطوات الجايه دي مهمه لاعدادات الشاشه وازاي تسمع الطلاب. اضغط على السيتنج اهو، فتح اعدادات الجهاز، مكبر الصوت، يعني الصوت اللي جاي لك شايفين اي الصوت اللي جاي لك من الطلاب شايفين 75 دي يا جماعه، اختارها A B واخرها 75. وبعدين اعمل ايه؟ اختار الصوت، يعني تاني انا اختار دي، وبعدين اختار من هنا الاي بي واخرها 75، دي عشان الصوت يطلع من الشاشه اللي في الصف. دي مش هعمل فيها حاجه، الميكروفون متوصل خلاص. واعمل ايه؟ الانضمام الان. النقطة اللي جاية دي برضو مهمة، ازاي اقفل على الطلاب المايكات والكاميرات، دي مهمة جدا اهو يا جماعة. خيارات الاجتماع، شايفين هنا التلات نقط دول خيارات الاجتماع. من يمكنه تجاوز ساحة الانتظار؟ انا فقط، دي معناها ان انت هتدخل كل طالب. يعني انا اخترت انا فقط، هيبقى في ويتنج روم، كل طالب هتدخله تعمل له ادميت او اضافه للصف بتاعه. طيب في خيار تاني ممكن يريحك، اللي هو الاشخاص في مؤسستي، يعني الطلاب فقط اللي الميل بتاعهم خاص بينا اللي احنا مدينهم الايميل، دول هيخشوا اوتوماتيك. خلينا النقطه دي ما نعرفش مع الاداره، قال هم هيسمعوا على طول عشان ما حدش يعمل ادميت. يبقى انت عندك خيارين، يا اما الاشخاص في مؤسستي الطلبه يخش على طول، او انا فقط. انا قلت لكم انا فقط، ممكن هم يقولوا لنا لا خلاص خليهم يدخلوا على طول. بعد كده من يمكنه التقديم، يعني مين المدرس؟ دي بقى اللي انا فقط. وهنقفل، هل تريد السماح بالميكروفون لدى الحضور؟ نقفله عليهم. هل تريد بالكاميرا؟ نقفله عليهم. برضو حتة التفاعلات، اللي الولد يبعت مثلا ابتسامة، يبعت يد اوكي وكلام من ده، ده برضو انا قلت لكم اقفلوه. لو الادارة قالت نفتحه مفيش مشكلة هنفتحه، بس مؤقتا احنا قافلين.
بقى عندنا فعليا خيار واحد فقط هو اللي موجود، الاعلان عن انضمام متصلين او مغادرتهم. يعني لو واحد دخل بيعمل صوت، لو واحد غادر بيعمل صوت، واعمل حفظ. مجرد ان انا حفظت تم خلاص، يبقى تاني بعد ما اخش